اتكلم اتكلم اتكلم. مش عايز تتكلم؟ الو الو ايوه حاضر، دقيقة واحدة هتكون عندك في المطبعة. الصورتين دول يتنشروا مع المقال. لو سمحت بس تراجع الكام سطر دول. ليه؟ عشان اعرف العيم الغيم الفهم. حاضر. أما والفاعل الأصلي كما قالوا سلك كهربائي، فإنني أتساءل كيف أمكن الوصول إلى ذلك مع أن السلك رحمه الله قد مات محترقا قبل أن يعترف بهذه الجريمة الخطيرة. والباقي واضح؟ مقال حرق قوي يا أستاذ أحمد. متشكر. والحرية لها قيود. القيود دي تحطها في ايدين المجرمين. احنا ما قصرناش في عملنا. بصفتك رئيس المباحث مش كفاية انك تبحث عن المجرم؟ عارف ليه؟ منك نستفيد. اولا لازم تفتش تبحث عن الدافع. الدافع الى الجريمة، لان الدافع الى الجريمة هو الدليل الى المجرم. فالدافع والمجرم واحدة واحدة، ده مرتبط بده وده يرشدك لده. الكلام ده جبته منين؟ اقول لك، منك شخصيا. مني وشخصيا؟ ايوه، انا بتابع بكل تقدير محاضراتك وابحاثك الجنائيه. ولما ده كلامي تفتكر اننا في شغلنا ما بنعملش بيه؟ لو بتطبقوه صح ما كانش المجرم في حادث الحريق تحول لسلك. اسلوبك في المناقشه زي اسلوبك في الكتابه، طايش متهور. احمد يا ابني، اللي يتعرض لعمل لازم يكون فاهمه كويس ولا يبقى تهريج. انا متمسك بكل حرف كتبته. مقالك اهو اللي انت بتقول فيه: واقترح قيام حملة بوليسية لمهاجمة اوكار الاسلاك الكهربائية والقبض على اي سلك مشتبه فيه، واني واثق ان الحملة سوف تنجح. ستجد بين الاسلاك الكهربائية اسلاك ادمية من لحم ودم. مسكينة أيتها الأسلاك، كم من حرائق ترتكب باسمك. منطقي جدا. في حاجة مهمة ما عملتش حسابها. اللي هي؟ الناس اللي رجل الشرطة بيتعب وبيشقى وبيعرض نفسه للخطر عشان يضمن للناس الأمن والطمأنينة. دي شغلتكم. عاوزين إيه من الناس؟ يساعدونا، إحنا بشر مش آلهة. في ناس كتير بتساعدكم. ده الواجب. بس في ناس كتير بتشوف الجريمة قدام عينيها ومع ذلك بتقفل بقها. لا، ممكن يفتحوا بقهم بأي طريقة،
يا سلام لو انا رئيس المباحث. لو كنت يا سيدي رئيس المباحث. بعد اذنك. دي ظاهرة بطالة جدا. أي حاجة تحصل في البلد تلاقي مليون واحد يقول لك لو كنت المسؤول كنت عملت وعملت وعملت. ومع ذلك لو حضرتك رئيس المباحث هتعمل إيه؟ هوهو ده أنا أسوي الهوايل. على الورق. آه. أحمد لنا لقاء تاني. سفرية صغيرة كده وراجع لك. من فضلك يا نعمين. مسافرة دهشور، أركب منين؟ من هنا، اتفضلي. حضرتك مسافر دهشور؟ قبلها بشوية. يا هواجي قول لي. نعم ايه؟ ما شفتش لسه مرزوق؟ زمانه جاي، سيبوني. مش نقوم بقى؟ لسه شوية. قول لي. نعم. ما تعرفش مرزوق راح فين؟ لا والله ما قاليش. أنا عايز حقي. منايا في حتة تاكسي ملك وأبقى حر نفسي. تديني حقي ولا أخده بإيدي. مش هقدر أستنى أكتر من كده أبدًا. عندي مشوار للزقازيق ولما أرجع نتفاهم. زقازيق؟ طب تيجي بالسلامة. يا هواجي. اتفضل. نهارك فل يا اسطى. اهلا يا معلم. مالك؟ ابدا. مش ناقص نفرين؟ ناخدهم في السكه. طب اتوكل. فين يا اسطى؟ رايح اجيب زباين. زباين؟ Thank you.
عطلان؟ لا، السواق داخل هنا من نص ساعة. يعمل ايه؟ بيجيب ركاب. ركاب؟ ركاب ايه؟ دي منطقة مهجورة. يا شويش، السواق مقتول جوه. مقتول؟ وهياخدونا معاهم؟ ضروري. رايح فين؟ طب ممكن امشي؟ مقدم مدحت، اعمل معاينة العربية. حاضر يا فندم. يا شويش، حاضر يا فندم. اوعى ايدك. جبته منين؟ من الدكان. اتفضل. وقبل كده من حوالي 5 ساعات كنت فين؟ في الدكان. في الدكان ولا في صحارى سيتي؟ الدكان. ده انت راكب جنبي ونازل قدامي. ما حصلش. المنادي شافك وانت مسافر. فتح وبصلي كويس. انا سافرت النهارده. مش انت معلم؟ وانا. انت قلت جبلة لعجلاتي. ديكها جبلة تاني. وعجلاتي برضو؟ اصله كان جاي موقف بعجلة، قلت يمكن عجلاتي. ايه علاتك مرزوعة بالظاهر؟ هو سوى وانا زبون. اما يكون عندي سفرية يعني ولا. ولما قابلته النهاردة الصبح في الدكان؟ في الموث. هو قال كده؟ واجهني بيه. من حقك لو كان عايش. عمل حادثة بالعربية؟ تفتكر مين اللي ممكن يقتل مرزوق؟ ايه؟ تقتل؟ اتفضل امضي. مع السلامة. طب اتفضلي انت. اتفضلي. انا مندهش. بينكر ليه؟ انا متاكد انه كان معايا في العربيه. هو يمكن ما قتلش مرزوق، لكن لا، انا شاكك انه يعرف القاتل. طب وقفل بقه ليه؟ خايف منه، بيداري عليه، شريكه. ده احساسي. احساسك لوحده مش كفايه، ما
مطلوب ادله قرائن شهود يفتحوا بقهم. انا لو منك ما سيبوش، لازم اخليه ينطق. ده انا طاعه عشان خاطرك. انا بتكلم جد مش بهزر. وانا بتكلم جد. واذا خليته ينطق مين؟ مرزوق؟ بصمات مين؟ مرزوق. خش جوه، اطلع يا اسطى. شكرا. الجو امان والموج هادي. ربنا يهدي. يلا نصص. انصص؟ خير انت اعمل. هو فين الخير ده؟ في محفظة جبالة. جبالة؟ هي فين؟ فين؟ في جيبك. في جيب انا؟ الله، مين اللي حطها في جيبي؟ الصابع اللي تأكل الشاه. للأسف ما كنتش فاكر انك. انا بقى اشطر منك، فقاستك من اول نظرة. انت فاكراني ايه؟ شيخ طريقة. لا انا نشال، مكسوف تقولها. لا بس دي ترجع لصاحبها فورا. نعم يا اخويا، ترجع لصاحبها. لا ما هو تاكلها لوحدك مش ممكن. قلت ترجع لصاحبها. عشان ايه؟ المحفظة مربرابة. ولو الحاجات دي ما تملاش عيني. هو ايه بقى اللي يملى عينك؟ قالوها حكمة، ان عشقت اعشق قمر، وان سرقت اسرق جمل. اه وعشقت القمر لسه تبقى سرقت الجمل برضه لسه. ميت خساره، لو كانت روسيا ولا امريكا بتشيل الصواريخ في جيوبها كنت علقت لك صاروخ. اعمل بيه ايه؟ يوصلك القمر. خفة دمك الزم خفة صوابعك. ما بلاش ترقص على السلم. يعني ايه؟ يعني لا عشقت القمر ولا سرقت الجمل. انا بتاكتك للاتنين. طماع. مش عشاني، لا، اللي احبها لازم تعيش ست الستات. ما تتبهدلش ورايا وانا داير في السجون سواح. ما بلاش سيره السجون دي، طول ما انت صاحي ما تطبش. الحجر الداير لابد من لطه. جايز الواحد يفلت مره اتنين، لكن مصيره طب، ويمكن في محفظة فاضية ولا ساعة واقفة. عندك حق. نرجعها. كلامك الحلو علق في دماغي. قولي ايه الخبطة الكبيرة اللي بتجري وراها؟ مستخسر الصورة الحلوة دي تتبروز في تابلوه المحافظة. خلاص، يبقى ايدي في ايدك وعلى المذبح. ايه، هنعلق فيشة وكوارع؟ نسرق الجمل. الجمل اللي عليه العين مش بحقه حقيقي. ولا هو في المذبح ولا سوق امبابة، فاهمة دي؟ أنا قصدي انكوشك، ألاغيك. قلت إيه؟ أفكر. على ما تفكر إديني نصيبي في المحفظة. تاني؟ مش اتفقنا نرجعها؟ طب وريني فيها كام؟ وده يهمك في إيه؟ عشان تعرف قد إيه ضحيت بالغالي عشان عيونك. بطاقة عائلية. حلوين؟ الله. وبواكي شاي فاضيه. مشوار صغير وراجع لك. ايه؟ لا بس احب افهم. افتكرتك متهم في جريمه كده ولا كده، قلت اكسب ثواب واتستر عليك. غلط. كتر خيرك. صدق بالله لا اله الا الله، أنا جبالة اتنشلت ما بين الموقف والعربية وما بلغتش. تبقى غلطان. مش فاضي لقلبة الدماغ والسين والجيم والهلومة بتاعتهم دي. باين عليك شهم أصيل. محفظتك أهي. تبين عليك عترة ومجدع. لقيتها فين؟ في أرضية العربية.
قول لي الشغل ايه؟ كوميسيون دي فانيلات شرابات بس حاجات افرنجي. من النهارده انا زبونك، تشرب ايه؟ اي حاجه. ولا هواجي انت ولا يا اخي غور دلوقتي، هو ده وقته؟ جاتكوا البلا في اللي خلفوكوا. عاوزينك. مين؟ ايه؟ خايفة؟ خايفة؟ هخاف من ايه يا اختي؟ قدامي. ايه؟ ايه؟ نعم، جيت افندم. تبقالك جمعتين عمالة تلف وتدوري في المنطقة بتاعتي حوالين جبالله. معرفش حد بالاسم ده. استهبال استعباط؟ لا، قوليلها يا بت. وانا سارحة في الموقف شفتك قاعدة جنبه. الواد اللي معاكي وجه جديد يسرح فين؟ معرفش ولاد. قوليلها يا بت. الواد اللي كنت ملحقاه من شوية، اللي قاعد عند جبالله. انا مش نايم على وداني، انا مفتح، انا عقر. الواد ده يجيني هنا حالا. لا هنا يا بت. اهو الله، المعلم عايزك. معلم؟ اوعى ايدك. حلوه في الصوره. ايه تقليب منك له؟ اسم الكريم. عايز تعرف ليه؟ لماضة هلضمة. لا قول له. المعلم ده يفقدك يضيعك. نكار ولا مستجد؟ ابنكار يعني فاهم الاصول. فاهم. حلو. انا بقى ابقى مين؟ تبقى مين؟ الكبير. واللي ملوش كبير يشتري. حس كده بايدك على شهر مقدم وشهرين تامين. ليه؟ هتأجر لي شقه فاضيه؟ منطقه بحالها فيها شوارع وحواري دكاكين وناس رايحة وناس جاية. أوه. وانت وشطارتك. متشكر، ما يلزمنيش. يلا بينا. ده بينه دماغه ناشفة. جرجر راضع على التقفيصة. الحاجات دي ايده عليها هقطعها. روح بعد نقطة. قولي اتنين جايلك خير. قولي ان شاء الله. ان شاء الله يا بنتي. يعني ايدك فاضية؟ مليانة وعلى اخرها. فرجيني كده. جوه عند بابا. بابا تبقي شريار نبي. لا، احمد. احمد راجل يعني؟ ثانية، احنا مش وش كده. نشالة. مقدر وغصب عني. انما ماما ما تخافيش علي، انا ارجل من ارجل راجل. وصنعته ايه سي احمد ده؟ رسام. يا خوفي لا يرسم عليك. عيب، ده بيرسم على خبطه كبيره، نصيبي فيها هيغنينا العمر كله. يا بنتي خلينا على قدنا وخفيف خفيف. مش طامع يا ماما. امال ايه بس؟ نفسي ارتاح من لف الموالد ونط الاتوبيسات. ما هي معيشانا ومسطره علينا.
خايفة لا اروح في حاجة هايفة واضيع فيها. الشر برا وبعيد، طول عمرك واعية وعينيكي مفتوحة. الحجر الداير لابد من لطه. يا عكنن عليك يا شلبي. حرام عليك، ده بابا غلبان وطيب. ادي اخر تزنوا على ودانك يا اختي. الحجر الداير يا صينية، الحجر الداير يا صينية. الحجر الداير مش بتاعت بابا، دي بتاعت احمد. وانا كمان يا ابني قلبي انفتح لك وعايز احكي لك. فضفض يا عم شلبي. ما تفتكرش يا ابني اننا ناس بطلين ابدا. انا كنت موظف كويس. احسن دلوقتي؟ البركه في عم شلبي. شاي بليمون هيروق دمك وينعنشك. متشكر. فيهم حاجه؟ لا، هغسلهم واكويهم بس. مش شرفنا يا سي احمد. الله يخليك يا عم شلبي. ما قلتليش سبت الوظيفه ليه؟ ايدي اتمدت للعهده، وجنيه يجر خمسه، والخمسه يجر عشره، المهم حصل اللي ما كنتش عامل حسابه. واتقبض عليك؟ وحكم المحكمه كان اهون عليا من حكم القدر. ازاي؟ خرجت من كام شهر لقيت الحال غير الحال، وسنية واخوها الصغير بقوا زي ما انت عارف. و ولزومها ايه البعزقه دي كلها؟ اتعم الفم ما تستحي العين. هاتي القله وحصليني. حاضر. تبعك يا سي احمد. استنى. لا بس بس. كل يا سي احمد. متشكر. الله، تسلم ايدك يا ست ام سنية. ده طبيخ ست الحلوين. ناولين القلة. خدي اهو، ده الشاهد اللي يتاكل من صوابعك يا سنية. مش اما اقوم اعمل لكم الشاي على ما تخلصوا الاكل. لا، ما تعمليش حسابي. ليه؟ اصل مروح بقى. ما انتش مروح. الله، والجماعه بتوع سويت الهواي زمان هم مترصدين لك في الضلمه. قصدك المعلم وصبيانه؟ لا ما يهمكيش. يو ما دام كده ما تبيت يا ابني عندنا الليله دي. وهو عند قولك. بس نقبك طلع على شونه لما فتش الشقه يا اختي ليكون قشطها. احمد مش وشي كده. امال هرب ليه؟ صباح الخير. اهلا. صباح الورد. ما خصماك. ما اقدرش على كده. انت السبب. نتعاتب؟ ما تسرحش بيا. اطمن، اللي جاي علشانه في الامان. انت بتتكلمي عن ايه؟
المحفظة، المفاتيح. يا شيخة ما تقوليش كده، الله، ما هم في جيبة هم. ها نشلت في التاكس في الأتوبيس. ما قلتلك في الأمان. يعني انت اللي أمال أرجعك إزاي؟ أنا اللي راجع لوحدي عشانك. حقيقي يا أحمد. حقيقي يا سنية. سامحني يا أحمد. سامحتك يا سنية. أنا اديت حتة لماما وشلت حتة لبابا، وأنا يا دوبك خدت حتة قد كده أهو، والباقي ده بقى كله ليكوا انتوا الاتنين. اه يا مفجوع. بالهنا والشفا. ايه رايك نفطر برا؟ نفطر. يلا بينا. يلا. نقرا الفاتحه. ليه؟ على الخاين الغدار. نقرا بس بشرط تبطلي خفه اليد. وانت كمان ما تخبيش عليا. خبي ايه؟ قصدي الخبطه الكبيره اللي بتجري وراها. اه هي فعلا خبطه كبيره. عايزاني اكسبها؟ امال ايه؟ تبقى ما تسأليش كتير. مش هسأل ابدا. احسن. احسن. هو معترف ان الفيسبا بتاعته. امبارح كنت في الطريق الصحراوي بتعمل ايه؟ عمري ما رحت ولا اعرف سكته. تعرف مرزوق عبد الظاهر من امتى؟ مرزوق عبد الظاهر. مرزوق عبد الظاهر معرفوش. انا هاخد الفيسبا يا فندم واعمل معاينه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اتفضل. ده اول الخيط. ماكو شاي؟ لقيته فين؟ مع جاب الله. ازاي؟ في محفظته. محفظته؟ اه. ومحفظته كانت فين؟ في جيبه؟ في جيبك ولا؟ اه كرتونه في عربيه مرزوق. جاب الله خد الكرتونه ونزل. مرزوق اتقتل. جاب الله بينكر انه كان في العربيه. بواكي الشاي فاضيه في محفظته. الله، تفسيرها ايه التصرفات دي؟ هنشوف. الف شكر يا استاذ احمد. يعني ايه؟ انتهت مهمتي؟ تقريبا. انا قلت ده اول الخيط. وانا قلت هنشوف. حيرتني معاك. الناس تقفل بقها تشتكي، تفتح بقها تقول هنشوف. وبعدين؟ ده قضيتي وانا اللي همشي وراها. بصفتك ايه؟ اللي تحسبه، صحفي، مواطن، مباحث من منازلهم، تمنعني؟ بالعكس، من الواجب ان الجمهور يتعاون معانا. وانا واحد من الجمهور. بس الحكايه مش سهله زي ما انت متصور. سهل صعب مش مهم، انا وعدت. هفتح لك بقي جوا الله. هجيب لك قاتل مرزوق، ومن عارف هلاقي ايه تاني؟ هتلاقي محفظه. قصدك محفظه جوا الله؟ ما لقيناها خلاص. فين؟ وازاي؟ ايه؟ عايز تقول ان حرامي؟ لو جاب الله بلغ كان بقى فيها كلام تاني. ادعي لي. مع السلامة. السلام عليكم. حاجة مهمة. خير؟ في الحتة عند جاب الله. اي حتة معلم متختخ وملظلظ اللي بيأكل الشوارع مفروشة. كويس، اهو حل أزمة المساكن. هو الحل وسطي. امبارح هو وصبيانه ادوني حته، اديتهم حته دين علقه. اوف. اتكل على الله ما تخافش. لا انا مش خايف، عايز اقول اني مش فاضيله هو وصبيانه، كل شويه قاعد اضربهم يموتوا في ايدي. حرام. ما تخافش زي بعض. سلام. حاجه مهمه. المحفظه، قصدي الولاعه بتاعتي، ما اعرفش دخلت جيبك ازاي. اهي. السلام عليكم. انت عرفت بحكاية مرزوق؟ وزعلت جدا. مين اللي قتله وليه؟ علم علمك.
نصيبه في الفلوس الانتيكة، هنديه لمراته ولا هنكتم عليه؟ ما اخده من 5 6 ايام. انت بعت ال... لا 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 لا، قعد يلح عليا كتير، اديته مبلغ كبير اكبر من نصيبه حتى. يبقى حد شاف المبلغ وياه قتله ولطشه منه. اه صحيح، كانت فايتاني ازاي دي؟ ايه؟ بلاش هنا، فرير على البيت. حاضر. شوية شاي كشري وحياتك. اهلا. شاي مخصوص جدعانة على حساب المعلم. الله 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 الله، وليه الغرامة دي؟ غرامة لو بقينا فرق شربات. على ايه بس؟ العيال المقطع اللي انت ضربتهم زي ما تكون الارض انشقت وبلعتهم، اختفوا مرة واحدة، ده هي لا ترجعهم. وعندك واحد شيطان على حسابي. ده الباكو اللي جابه احمد، وده اللي اشتريناه لعمل مقارنة. فين تقرير الخبير؟ تزوير متقن. يبقى احساسي في محله. عربية مرزوق كانت بتستغل في نقل شاي مغشوش. مش عايز اشك يا فندم. نوحد بقى تحريات مع مباحث التموين. السوق شادد يا معلم وفرصة. اللي تبكوات اخوي اعمل ايه؟ اللي هنستلم 100,000. 100,000؟ طب خد دي مش خسارة فيك. بنت واقفة هناك قالت لي اندهلك. سلميني في النار وتهرب. عم شلبي ازيه؟ الفاتحة اللي قرناها لزومها ايه؟ يومين بحالهم زي النحلة، ما خليت مستشفى ولا اسم، وانت ولا على بالك. 100 خسارة، طلع قرنبيط. لا مخ. قلت قرنبيط. قلت مخ. لو مخ ما جيتيش هنا الاول ليه؟ فاتت عليا. لكن المعلم وصبيانه ما انتش خايف؟ هنا حديد. الله طمني، قربنا نوصل. احنا قلنا مفيش ايه. طب خلاص احسن احسن. والله. وراك يا شويش. العجلة
خير يا شبيش، حصل خير. طيب اتفضل. كل اللي اعرفه قلته قبل كده. حاولي تفتكري، جوزك ملوش اعداء؟ مرزوق كان طيب وفي حاله. وهتسافر البلد امتى؟ النهارده. لو قتلتلكم على اللي قتل مرزوق اخوي هتشنقوه ولا يشدله محامي ويطلعوا براءه ويجي يخلص عليا انا كمان؟ الو. اهلا يا احمد. هايل. ايه سرقت ايه؟ بسكليتة العسكري. ما كانش قدامي غير كده. اروح فين؟ على مسؤوليتك؟ خلاص. رايح فين يا جدع انت؟ وقعت يا حرام. اديني النبي بسيبك الا في الاسم. صلي على النبي، صلي على النبي كده واهدى. ادى ازاي؟ بلى ده انا جالي ضغط. ده عمري ما جريت بالشكل ده. ايه يا شويش؟ راح فين ده؟ تمام يا فندم. افندم افندم سرق عجلتي يا فندم. ولا لا فشل يا فندم. اطلع بطاقه، اطلع بطاقه. سيبه. حاضر يا فندم. روح للمعاون يعمل لك اورنيك ذنب. حاضر يا فندم. احمد لطفي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. العجله يا فندم. اتفضل خدها. حاضر. الحقيقه العسكري مظلوم. انا سرقت العجله علشان القانون هو القانون يا سيد احمد. العقيد سيد فهمي اتصل بيا من شوية وبيقول لك اختفي النهاردة خالص. اختفي؟ ليه؟ ليه فين؟ ده شغل المباحث. طب ما انا مباحث بس من منازلهم. ضروري سيادة العقيد له وجهة نظر. طب ممكن اكلمه؟ لما كلمني قال لي انه نازل. طب نصيحة صغيرة. قوي تحت امرك. لحد ما اكلمه اختفي فين؟ والله الحجز والسجن تحت امرك. لا يفتح الله. السلام عليكم. مع السلامة. غريبة، ما شفتكش وانت داخل القسم. يخرب عقلك، جيتي هنا ازاي؟ المخ مش بالقرنبيط. ما دام سرقت عجلة الحكومة ضروري هيجروك على القسم بتاع المنطقة. مذاكرة الإجراءات كويس جدا. افرجوا عنك ليه؟ انا مش حرامي. شوفي قلت لهم حرامي سرقها، انا مسكته هرب مني، انا جبتها لكم. وصدقوك؟ طبعا. هنروح فين؟ ايه والله ما انا عارف. تاكل قرنبيط؟ اكل. احسن. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. غيره قوطة. اللهم صل على النبي. ملوخية لحمة. الهي يوسع رزقك يا سي احمد. حاجة بقى على مقاسه. خد يا حبيبي اللي انت عاوزه. بريزة صحيحة. منين؟ عم احمد لسه مديك 5 جنيه. تقوم تطلب بريزة؟ عشان عارف انها ترسي على صيغ. هاتيه بقى وريحيني. خد. ده مكتوب عليه 9 مليم. اديني باكو شاي. جريمة بشعة يا فندم. ازاي اطفال ابرياء ولا ناس عيانين يشربوا السم ده ولا حتى بصحتهم؟ اصل العلاج يا سيد احمد في ايدين الجمهور. اللي بيشتري الشاي المغشوش ويدفع ثمنه وهو ساكت وراضي. انتوا كمان تتحملوا جزء كبير من المسؤوليه. من الصعب تعيين حارس على ضمير كل انسان. طيب يا ستي. ايه ده؟ غسلت بارات كويس؟ طبعا. ده مش شاي،
لازم يكون عليه ملوخيه. ملوخيه؟ اه. غير البقال. اما تفرج ونبطل الشكوك يا ستي. دي المنطقه اللي هنحصر فيها المراقبه. هناخد الشارع الرئيسي. هيكون فيه مراقبه طبعا. وبعدين هنروح على الحاره اللي فيها بيت جبلة وفي نفس الوقت مصنع الشاي المغشوش. اما الحاره اللي فيها المطبعه السريه، من حسن الحظ يا فندم انها حاره ساد، وده هيسهل مأموريتنا يا فندم. لازم توزعوا رجالتكم بمنتهى الحذر والدقه. حاضر. عايزين نظبطهم وهم متلبسين. بوليس بوليس، محدش يتحرك. ومسكوا كل البجارين اللي في الناحيه اللي حداهم شاي مغشوش بس. ده هي تخرب بيوته. هل جاي من الشاي المغشوش ولا البلهارسيا اللي هد حلمي؟ والله طالع في دماغي اروح اشدد البجال بتاعنا. انت جد ابو حسين؟ ده الدكدود كمان. ناس العزوه اللي وراه، نسايبه، جرايبه، حبايبه، المستوظف اللي جد الدنيا، ويلي ويلي، ما انت فاهم. هيعملوا ايه يعني؟ يلفقوا لك تو، يقلعوا لك زرع، يطخوك عيار، حاجه من دي يعني. خلينا في حالنا. على رأيك. ما تتكلم يا ابن الناس، معدتها بتهدم الزلط. ايش شوية شاي اللي راحهم ولا جم؟ ثابت من تقرير المعمل ان الشاي المغشوش بيحتوي على مواد مضرة بالصحة. حد جه اشتكى لكم؟ الناس هتبرطم وبترغي، لكن عاجبها كده. عندك حق. قفل المحضر وحوله مع بقية المتهمين للنيابة. حاضر يا فندم. خايفة يا عزوز. خايفة من ايه؟ انت داخلة هنا كأنك زبونة. قصدي جاب الله. ماله؟ لو سألني على الفلوس اقول له ايه؟ قولي له اتسرقت ضاعت. مش هيصدق، دول 10,000 جنيه. خلاص قولي له الحقيقة، قولي له اديتهم لعزوز. مش طايق، زهقت. زي ما جوزتني لجاب الله طلقني منه ونتلم بقى وقلبي ارتاح. ولا ملاش مزاج. ماليش. دول 10,000 جنيه وفوقهم حياتي والبيت اللي ورثاه عن امي. يبقى هيحصل ازاي؟ ازاي بس يا عزوز؟ انا اقول لك ازاي. كل عزوز وله طريقه يا حبيبي. وبخبرتي الطويله كضابط مباحث انا متاكد ان جاب الله ما قتلش مرزوق. وجايز المعلومات الجديده اللي قدمتها لحضرتك تطلع صح. يا ريت. أنا استأذنت النيابة وبعدت أجيب جاب الله. اقعد. أنا عايزك تنشر الخبر ده زي ما هو كده. بس ده يا فندم، أنا عايزك تنشره زي ما هو وبس. أمرك. ادخل. اوعى. تمام يا فندم. ما خربتوها وجبتوا ضرافها، عايزين تاني. مرزوق عبد الظاهر. عايز راخر. قتلته ليه؟ أنا مفيش شيء. أيوه، لكن أقتل. مش ممكن، مش ممكن. عملوها. مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ عملوها. ترجمة
ايوه يا فندم. مين اللي بيجيب الاكل لجاب الله؟ دي اول مره يجيله فيها اكل يا فندم. مين اللي جابه؟ واحده ست. هي دي؟ لا يا فندم. بص لها كويس. مش هي يا فندم، والله العظيم انا فتشت الاكل كويس وما كانش يحتوي على اي ممنوعات. لو اعرف ان اللحمه مسمومه كنت ابطع المتهمه فورا. خلاص، وانا هعرف منين بس يا فندم؟ اتفضل. يلا يا ست. كان الله في عونك. المسائل عماله تتعقد، بقت الغاز. انا مستعد احلها في دقيقه واحده، بس لو حد يساعدنا ويفتح بقه ويقول اللي شافه او يعرفه. شوينا كام حته لحمه على شويه كبده. من اللحمه اللي بعتني بيها الجبل؟ قصدك يا بت؟ ابدا، اصل بعد ما اكلها ما حطش منط. الشاي المغشوش اللي موته مش اللحمه؟ مات من الشاي، مات من اللحمه، انا مالي؟ طب امشي. عايزك في كلمه. زهقت مننا ولا ايه؟ ابدا، انا لو بيجي اقعد الصبح بس. اتفقنا، يلا نقعد لوحدينا. معلش مره تانيه بقى. عاشور. نسيت المحفظه في البالغ. حساب خالص يا عاشور. كده يطرد لك من اضلاع يا عزوز. ايدك يا مهلبيه. عايزك في كلمة. راجع لك يا مهلبية. اتفضل. صرفت الانتيكات الذهب؟ لسه. ليه؟ أصله قدامي تاجر انتيكات سقع هيدفع مبلغ محترم. الزبون اللي عندي أحسن ومضمون، مستعجل ليه؟ أصلي عايز فلوس. منمر على كام فدان في البلد وخايف لا يطيروا مني. أنا يالك يا عم. على إيه؟ مرات مرزوق. مالها؟ بقت ملك ايديك يا راجل. دي بنت نضيفه ودماغها زي الحجر، بيقولوا عليها طعمه قوي. يا طعمه بعقل دي تهبل. كانت طايقه المرحوم ازاي؟ انت ما قريتش جرانين النهارده؟ لا، في ايه؟ جايبين سيره مرزوق. مرزوق؟ ايه؟ أقيد الحادث ضد مجهول. ضد مجهول. يعني الراجل راح حاضر؟ مش هيروح. واحنا مالنا؟ عايزك في كلمة يا راجل. وده وقته؟ خش على المقلبية، خش. عاشور
عثمان، مآول الأنفار هو الذي أتى المرزوق فاعل خير، السيد رئيس المباحث مديرية أمن الجيزة. تعال روح، تعال روح، تعال روح، أنا مش فاهم والله. نعم الشاهد يا فندم. بقى دي أصول برضو، في شاهد يجي الاسم بعسكري. بعت لك قبل كده 4 مرات عند حماتي وعند مراتي وفي القهوة وفي الورشة، مش كده؟ ومع ذلك ما جيتش. عندي شغل. دي إجراءات ولازم تخلص. طب خلصونا مستعجل. لا ده انت معانا للصبح. صبح ليه؟ حرامي نصاب قاتل قتيل. ده بيقول انك شريكه في حادثة السرقة. انا يا جدع انت؟ هدخلها شاهد، اطلع متهم. سرحان في ايه؟ لازم اروح لها بكرة. هي مين؟ مرات القتيل. قتيل؟ العملية الكبيرة، اصلا انا مسميها القتيل. يبقى رجلي على رجلك. بس افهم الاول. مش عايز افهم. احسن احسن. ده بلال والتمور والبفتة والبطستة على كل لون، ومعانا المناديل والترابيع والحرس. كم دي يا اخوي؟ فريزة ونص. 8 قروش بس. يا ترى انا شريك في ايه؟ اقول لك هات. حضرة العمدة بيصبح عليك وبيقول لك. قولي له شطبني. ده نحاس حضرة العمدة. ليه دي شطبني؟ ده العمدة. يا ست يلا امال يلا. ايه؟ وعندنا البطيستة على كل لون. سلم يا عم حاج. رجع لك. السلام عليكم. لا ده مش واقف. ده واقف. طب خد شوف دي. اخي ذوقك وحش. ومعانا المناديل والترابيع والحرد. بقى دي تستاهل مناديل بقوية وحمار والمشوار ده كله. ايه اللي منزلك السوق منك ليه؟ حكم الزمن يا سعشوق. احنا زي الاهل يا خديجة، واختي مرزوق اختي، ومرات مرزوق مرات اختي برضو. المرحوم غالي قوي. لا مكلبش في مهجتي. المرحوم؟ لا ايه؟ انا دايما في الخدمة. أتاريك كل شوية تزحلقني وتقولي خديلك لفة في الزوق. أشوفك. بشكر. أبي ينزل وأضرب الرمل وأشوف. ومعانا البطيستة على كل لون. لأيدكم تحت بند 3 برايس سلفة الأنفار. أبي ينزل وأضرب الرمل وأشوف. مش هنا. أم الفين؟ أقول لك. طب ما تقول. أبي ينزل وأضرب الرمل وأشوف. أبي ينزل وأضرب الرمل وأشوف. بس عشو هات جنيه سلفة الأنفار. لا يا تغمك. نص اهو ودي لكل واحد بريزه. فاتكم البلاوي.
جنيه سلفة للأنفار. افتح نفسي. عايز انت كمان. شكارة مليانة اسمنت لتمة عينها بخمسة تعريفة؟ ليه؟ هو انا ايه؟ يا حتة بخمسة يا بلاش. ولا تزعل. اسمع. عايز كم عود حديد على عرقين خشب وليك عندي بريزة بحالها. يلا تقوي وخد بالك من العمال. عينيا الاتنين. يلا. ما هو بدري. تشكر يا اخ. وسط علينا السوق الله يخرب بيتك. تطول لسانك حطول ايدي. وباجح كمان. الله. ايه ايه اخذ الشيطان. اخذ الشيطان يا راجل امال اخذ الشيطان كده. الف شكر يا فندم. خليك طويل البال شوية. حضرتك هنا من امتى؟ يا دوب. وانت بتعمل ايه هنا؟ ياه تحقيق صحفي صغير. لا يا شيخ. وحضرتك هنا ليه؟ بابايا نحاس حضرة العمدة. ايه على فين؟ ماشي. لا ما يخلصليش تروح. ماشي ثانية واحدة. السلام عليكم. ركوبة ملاكي. شي حط في عينك حصوة ملح. دم جوزك لسه ما بردش في تربيته. واني ذنبي ايه بس؟ قولي له عيب 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 ما يصحش. هو اللي يعمل واجب يتعيب برضو. ازازة عطر وحردة بنفسجي لمرات مرزوق اللي بتقول عليه صاحبك يبقى ده الواجب يا عاشور. من الحي يبقى من الميت. ايوه قولها كده بالمفتشر. الله ما تتكلمي يا رئيفي. قولي لها مفيش حد له حكم عليك غير عقلك وقلبك ومصلحتك. مش تسيبنا في حالنا بقى يا اخويا. ما احناش قدك يا اخويا. ما احناش قدك. انت بتطرديني يا خديجه؟ طيب انا هعرف شغلي معاك. ايه الى يا ربنا يهدي واك يا ابن فطومي. هيا تعتنن عليك يا حربايه. ابا ينزل واضرب الرمل واشوف. على فين يا سنيوره؟ بلقط رزقي. بتكلمي مين يا بت؟ ده سيد رجاله البلد. ربنا يبارك لك يا ابني. ربنا يبارك لك. ساغه هو بيري نفسك. ابا ينزل واضرب الرمل واشوف. ابا ينزل يا بتاعة الودع. لا تعالي يا اختي تعال. ولا عويس فطير مشلتت بيض جبنة حلوم مع عسل ابيض وفوقهم ازازتين بيرة. يا ولد كل ده من جيبك؟ عمرها ما حصلت. وما يحصلش ليه؟ فهمت. يكونش جاي لك واحد من الافندية اياهم. حيدي انت. يلا نجرت اللي قلتلك عليه. جاتكم البلاوي. حبكه حديد دي ولا خشب؟ انت عادي. انت انا مش قلت لك تقص المقاصيص اللي عاملاك زي فازوغلي دي؟ ايه ده معلم؟ خد ده يمكن ينفعك. ليه انا ده معلم؟ خساره في جتتك. ايه وبيقول ايه كمان؟ بالحب قلب الجدع مليان. اوه كذاب غشاش يا مغيس. الودع بيقول كده. بصي كويس. لكن خاين ملوش امان. هو الجدع ده غرضه ايه من فينك يا مرزوق تيجي تشوف بسلامته؟ الف رحمه ونور عليه. الف رحمه ونور عليه. هو مات؟ لا اتقتل. واللي قتله صديق غدار شايفه بنور القلب طليق بيحوم حوالين الدار. يا مغيث يا مغيث يا مغيث. يبقى اظل في محل قلب المؤمن دليله. هو ما فيش غيره. هو مين؟ ايه هو مين؟ ابن فطومي يا شيخ. اتقي الله حرام عليكي. ابن فطومه مين؟ ابن فطومه مين؟ ما انت عارف اللي حوالين دارنا بيحوم. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث. اصلا انا طيب ايه؟ اتفضلوا يا اختي جو. تعال. يا ساتر يا ساتر. راجل مبروك مكشوف عنه الحجاب. تعملوا ده؟ السلسلة اللي في رقبتها مالها؟
عايزها بأي طريقة. أسرق؟ مش ممكن، ده أنت محلفني. اشتريها؟ وما رضيتش. اتصرفي، هنرجعها تاني، ها؟ يلا. حاضر. ابعتي لي الست الكبيرة. حاضر. أخويا عايزك. حاضر يا أختي. حاضر. معمول لك عمل يا شابة. يا خرابي. ومدفون جوه دكان سايغ اهو. دكان سايغ منهم لله. حاجة من قطرك اوان. هو ما فيش غيره ابن فطومي. ما انت عرفته. شفت رسمه؟ لكن اسمه في علم الغيب. اسمه عاشور. الفلاتي خرب البيوت. يا مغيث يا مغيث. اتفضل يا اخويا اتفضل من هنا. اتفضل. على مهل. اتفضل. حتة صبية يا ولي. لقطة قشطة. لا تقول لي نعسيه ولا طشت قلي. ابين زين واضرب الرمل واشوف. يا حلوة يلي. وسع يا فيطس. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا. من هنا من هنا. ايوه من هنا. ولع اللمبة الحمراء يا ولي. هنا اريح لك. وشوش. حاضر. ارمي بياضك. عربون. ربط كلام. قلبك بصبية متشعلة. مظبوط. شكلها ايه؟ حلوة لونة وصغار. مظبوط قوي. عزول في سكتك واقف. حي حي. قصدي اللي كان في سكتك واقف. لسه واقف لي برضو. قوي يا قوي. ما قلت ليش. لا ده اندفن ودم عوم. ده هي لا ترجعوا. وايه كمان؟ قدامك طريق كله رزق يا مرزوق. مرزوق مرزوق مرزوق. هو المخفي دي ورايا ورايا. بقول ايه؟ ما ناكل لقمه احسن. تعالى سريع بعيد. تعالى. انت مش عامل ايه؟ طب استلقى وعدك بقى. تعالى. Thank you.
كمان. يعني الارض انشقت وبلعتهم؟ احنا فتشنا البلد حته حته. اللي ضاع يلاقي. يلا بينا. يلا بينا. هاي الأسنية. مبسوط مني؟ أوي. بطل شقاوة. وانت بطلي حلاوة. ايه؟ غمض عينيك. اهو. ولا هتقولي انك أعمى؟ والله. غمض. اوعى تفتح. ايه خلاص؟ غمض. اهو. يلا خد عندك قطع طريق سرقه بالاكراه سبق ترصد تشرد لعدم وجود بطاقات شخصيه ها يعني اقله تابيده يا شوي اخرس يا متهم الشهود جاهزين يا سي عاشور ايوه يعني ضايق في وشوكم ما لقيتوش غير راجل محترم ده تعتدوا عليه يا شويش اخرس يا متهم يعني قبضوا عليه بحق وحقيقي؟ ايوه ومسكوا الحاجات اللي سرقها من الحكومة الظالم الحرامي ربنا خلصنا منه المفتري خرب بيوتنا شافت عرجنا النصاب الفايزجي الناس اتكلمت فتحت بقها سامع شويش اخرس يا متهم والحمار الحمار المسروق حمار من فيكم خدوا راحتكم كده وافتكروا كويس انا شويش انا بالشرف يظهر الحكايه طلعت فشوش ازاي ابن فطومه قاعد جوه من جعس على الاخر والاتنين الاغراب الشويش كان يسبيهم الارض ماني قلت لكم عاشور راجل مقتدر وواخد الكل تحت باطه اتفضل انت والشهود انا هتخذ الاجراءات وارحلهم على المركز يلا يا غالي اسعى انت كمان قدام يا متهم منك له يلا انت وهو على الزنزانة يا متهمين يلا قدامي بس ما تعيطش انت راجل وانتوا ما بتعيطوش ونعيط ليه؟ عشان مظاليم والمظاليم يعيطوا هم حيلتهم حاجة تانية يدافع عن نفسيه يتكلموا بصراحة يا عم مين يقرأ ومين يسمع؟ قول لي يا عم انت متهم بايه؟ انا بصمت على المحضر بتهمة ايه؟ علم ومين اللي اتهم؟ عاشور تعرفه عاشور؟ هو في غيره؟ حاجة تخلي العقل بقى واحد زي المنشار طالع سارق نازل سارق
يقعد في دار محترم وانا عشان اطالبه بحقي اترمي هنا في السجن. بقى اللي اسمه عاشور ده بيسرق؟ عيني عينك ومخزنه للسقف من خيرات الحكومة. وهي الحكومة عندها خيرات؟ عندها كتير، بس يا خسارة في شوية مستخدمين كده ذمتهم مش ولا بد. شوف يا عم، لو احنا نتكلم نقطع دابيرهم. شوف يا بلديني، طول ما جيبك عمران الخلق اللي زينا دوس عليها برجليك وانت مطمن. افتح الباب. اتلم يا متهم انك له. انا بقول لك افتح الباب. بقول لك اتلم. افتح الباب. اخلص يا ولا. يا شاويش بتعلي صوتك على رئيس النقطة؟ ها؟ طب تعالى معاي. تعالي تعالي. ما تحكي لي بقى شوية عن المستخدمين اياهم. وحيفيد بايه؟ ايه؟ اهو بنتسلى. احنا ورانا ايه؟ على قولك فك مجالس. اهدي. بلغتم مباحث البندر؟ ايوه يا فندم. طب اتفضل. ايوه يا فندم، بس ما يصحش رميتكم دي. ايوه عنده حق، نمشي وجودنا هنا افضل. طب اجبر بخاطري واقبل مني ال يطلع ايه ده يا محترم؟ حاجه كده مش على قد المقام، رغيفين وكوس حلاوه وسجارتين. رشوه. العفو يا فندم. انت مثل سيء ولازم تاخد جزائك. سامحني يا فندم، اللي ما يعرفك يجهلك. اتفضل. ايوه بس اتفضل. حاضر. ينصر دينك يا شيخ، انا بقى عندي كلام كتير قوي عاوز اقوله. هسمعه منك كلمه كلمه. بس يا ترى حبت في بيت الليلة دي؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله. ايه ايه بتعيط ليه؟ لا عياط شكل تاني، عياط المظلوم لما يتنزف. لا لا لا. يا عاشور، قتلت مرزوق عبد الظاهر ليه؟ انا ما قتلتوش. اوعى تكذب. والشهود اللي شافوك؟ كدابين. وهم فين؟ واجهني بيهم. انا قبل ما يتقتل بكام يوم انا كنت في الوادي الجديد اخر الدنيا. يعني بتعمل ايه هناك؟ يعني كنت واخد مقاولة انفار وما سمعتش بموته الا بعد ما رجعت. اسأل وتأكد. انت دخلت هنا ازاي؟ بطريقتي الخاصة. طريقتك الخاصة؟ صلي على النبي. بس صلي على النبي. طب تعالى تعالى اختار لك موتة. اتفضلي. هنا في ايه؟ قلب. قرنبيط. قلب. قلت قرنبيط. وانا قلت قلب. لو كان قلب كان حس بيا، كان عارف اني انك ايه؟ ها؟ اني اني طور الله في برسيم. اني مش عارفه لك راس من رجلين. بقى انت ما انتش عارفه راس من رجلين؟ انا اقول لك، ادي الراس وادي رجلين. ادي حاجه بسيطه قوي. ايه عملتيها شغلانه؟ صارحني صارحني. ايه اللي جواه؟ ما انت عارفه اللي جواه. كل اللي عرفته ان عشقت عشق قمر. وعشقت القمر. يبقى فاضل ايه؟ الجمل تاني. ما هي تقول لي حكايه الجمل دي ايه؟ يا مش هتشوف وش تاني ابدا. انا هريحك بس
ده سر كبير قوي. وثانية بيرغوي ملوش قرار. عارفة تمثال إبراهيم باشا اللي في ميدان الأوبرا؟ آه طبعاً عارفة. أهو هو ده. هتسرق إبراهيم باشا؟ لا، اللي تحته. الحصان؟ الحصان. وبالمناسبة تعرفي حكاية حصان طروادة؟ آه عارفة، اللي في اسطبل طروادة. اسطبل؟ ما علينا. الحصان ده يا ستي كان ليه معركة تاريخية زمان، زمان قوي. اهو كده فهم. الحصان ده بطنه كانت محشية بني ادمين. اهو كده اتلخبط. احسن. المهم عندي تمن هيساوي عرقنا وشقانا. يساوي اقل له 70-80-11 ألف جنيه. في حتة حصان نحاس. ما هو محشي. بني ادمين؟ لا، جنيهات. دهب. قد كده؟ جنيهات زمان. مظبوط، برافو عليكي. ده سر كبير ما يعرفوش في الدنيا غير اتنين، انا وابراهيم باشا. بعد كام يوم البلديه هتنضف التمثال كويس، وانا بقى هلبس بلديه. العمال يخلصوا ويمشوا من هنا؟ نستلم احنا من هنا. حضرتك بلديه؟ لا، يبقى انا بس اللي استلم. صح، وبعدين؟ ومن سكات اطلع المنشار الالكتروني التكنولوجي وافتح بطن الحصان. ايه؟ لا، واروح مادد ايدي وكبش واجي مادة ايدي وهات يا احمد. صح. يعني غلب حمارك؟ لا، ده كان حمارك انت. فيك من يكتم السر؟ قول. لغاية دلوقتي مش عارف مين اللي قتل مرزوق. لا يا شيخ. والله فيه واحد بس هو اللي يعرف مين اللي قتل مرزوق. مين؟ مرزوق. أشوفك بخير. مع السلامة. أحمد. نعم. قلت لي مسافر فين؟ فيك من يكتم السر؟ في بير اسكندرية. البوليس قلب الدنيا على العملة دي، مسكوا ناس كتير وأنا منهم، لكن في كمية كبيرة اختفت. يا راجل يهبل، نسيت الفضيحة والكرسي يوم ما اتعرض عليك؟ اقفل بقك واسكت. الله، اللي فندي بيتاجر في الانتيكات وبيستقصر، فيها ايه لما نوروه؟ لو اتعرض عليك تاني هتطلق منك. ايه؟ روح يا خية. يسمع منك ربنا. والكمية اللي اختفت عند مين؟ عند الموعودين بقى. ولاقيهم فين؟ اعرف واحد منهم لهف شوية مقر سواق اسمه مرزوق. مرزوق؟ الاقيه فين؟ في واحد ممكن يدلك على سكته. مين؟ ابو سريع. ولا اقول لك ماليش دعوة. ليه بس؟ ما احنا ماشيين كويس. اصل راجل رزل وقليل الحية. ما تخافش، مش هجيب سيرته خالص. بالشرف. بالشرف. حد عارف منك الحكاية دي قبل كده؟ زي مين؟ البوليس، الصحافة. لا 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 لا، ولا العمدة نفسه. لو عثرت على شوية انتيكات تاخدهم مني؟ طبعا. واخينا ده بيشتغل ايه؟ مصوراتي. اديني عنوان. فاكر حضرتك العملات الاثريه اللي والله يا ابني ما انت بفتكر حاجه. افكرك برضو مش هفتكر. مع السلامه. ده ابني البكري، ربنا يخليه لك. ممكن اشوفه؟ لا، اصله مسافر بلاد بره. صورة كويسة على فكرة. مين اللي مصورها له؟ والله يا ابني ما انا فاكر حاجة. سلام.
حلوة قوي الدلاية دي. صحيح؟ جايبها منين؟ أسألك أخويا. مين اللي صورك؟ أخويا. أنت منين؟ من هنا. قصدي ساكنة فين؟ أسألك أخويا. أشتري واحدة زي دي منين؟ أبعت لك أخويا. يا مرحب يا ابو العز. اهلا ابو عرب. تعبت كده من الشغل، قلت اجي اشم شويه هوا اخد نفس. اخد نفسك وانا اخد نفس ونفس على نفس، تحلى الانفاس يا ابو العز. ثواني اكون جاهز. اتفضل. ابو العز عايزها ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه؟ يلزمك حاجة. عايز خروف على مزاجك او في بينا. ده كمان متأكدة؟ أنا لا يمكن حنسى شكله أبدا. ما هو لو كنتوا تقدمتوا ساعة وقوع الجريمة كان ممكن القبض على المجرم بسهولة. احنا شرحنا لكم الظروف. أصل بابا ما كانش موافق على الخطوبة. فلو كنا تقدمنا للشهادة وقتها كنا وقعنا في ورطة كبيرة قوي. وبابا وافق خلاص؟ أيوة. ألف مبروك. ميرسي. تستاهل. أهلا أهلا وسهلا. أهلا جبت لك أخويا. لا مؤاخذة، أصل عندي حساسية في إيدي. سلامتك. الله يسلمك. ما تتكلموا. ممكن تسيبينا لوحدنا شوية؟ أسأل أخويا. أنا واقفة برا، برا خالص يا أخويا. نخش في الموضوع. موضوع إيه؟ الظاهر اني غلطت في العنوان. سلام عليكم. العنوان مظبوط. عاش. والموضوع برضه مظبوط. ايه يبقى بلاش لعب الدواخين يا لمونة. السجاير. اتفقنا. اتفضل. متشكر.
متهيألي شفتك قبل كده. ايه؟ في سجن مصر؟ سجن ايه؟ قصدي من كام ساعة؟ عند ابو عرب. مظبوط. واشتريت الاوزي؟ ودفعت ثمنه غالي، غالي قوي. تعيش وتدفع. صدقت بقى اني شفتك قبل كده؟ بس انا ما شفتكش. مش اتفقنا بلاش لعب الدواخين يا لمونة؟ اسف، ما كنتش اعرف انك بتدوخ من اول لمونة. انا بقى عندي وصفة للدوخة اقولها لك. اسمع، اللي يقف في سكتي ادفنه وامشي على جدته. وانت كمان اسمع جعجع على الفاضي. انت فاكرني ايه، هفية؟ مرزوق؟ مرزوق؟ انت تعرفه؟ اخ، كانت معرفة مهببة بعيد عنك. من غير ما تقصد شلت عني هم كبير. انا خارج من السجن وناويله، سبقتني انت وخلصت عليه. شوف، عند الرجالة اللي زيي ده يبقى جميل كبير، كبير قوي. تقوم ترد الجميل وتسرقني؟ اسرقك انت؟ لا، عشان انت ابن المهنة برضو، انما دي حاجتي شايلها امانة عند مرزوق. بس مرزوق ملوش دعوة بالتماثيل ولا بالسبائك الذهب. دول ما يهمنيش، انا بتكلم على الفلوس الاثرية. دول ناقصين 98 حتة، وده اللي جالك عشان. اولا مش ناقصين، ثانيا انا شاريهم ودافع تمنهم. شوف، شاريهم لطيشهم ده مش شغلي، هي كلمة واحدة. تسلمني 98 حتة ناقصين، اسلمك التماثيل والسبايك. قلت ايه؟ قلت باين عليك وجنة ومجدع. يعني ايه؟ ترجع الشنطة باللي فيها وتاخد لك قرشين، وهتبقى معرفة خير. قصدك نشتغل مع بعض؟ يا ريت. هتدفع لي كام؟ خلي بالك الشنطة مهرها غالي. اللي تؤمر بيه هيندفع. 1000 جنيه. نقسم البلد نصين. انا ما احبش الاسم. اتفقنا. ها، 1000 جنيه. افوت عليك بالليل. بلاش هنا، مطرح ما يعجبك. هاي يا مدحت، ايه ده؟ دم فوق التمثال؟ ده اكيد يا فندم، ده التمثال اللي انضرب بيه مرزوق. يبقى ضروري هنلاقي بصمات. اسمع، حرز الشنطة باللي فيها، والمعمل يحدد فصيلة الدم، وفي خلال دقايق تكشف لي على البصمات. امرك يا فندم. صاحب البصمات له صحيفة سواب يا فندم. ده من حسن الحظ، عزوز حسن فضل. كان محكوم عليه بسنة مع الشغل، اعتدى على والده بالضرب وسبب له عاهة مستديمة. اعتدى على والده؟ وانا استدعيت الشهود يا فندم. خليهم يتفضلوا. حاضر، اتفضلوا. اتفضل. هو ده؟ هو ده، هو ده بالظبط. طب اتفضلوا، خد اقوالهم. حاضر يا فندم، متشكرين جدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جيت من اسكندرية امتى؟ عندي أخبار مدهشة. سمعني. حطيت إيدي على رقبة المجرم. رقبة المجرم هنا؟ لا، دي بصماته على الجوانتي أهي. حاسب تضيع البصمات؟ صح، فعلا خبر مدهش. ظهر الحاسة البوليسية عندك ممتازة. وبنفس الحاسة الممتازة دي استدرجته.
كلمة ورا التانية اعترف بإيه؟ إنه قتل مرزوق. اقعد على الكرسي. هنتقابل الليلة في العنوان ده. طب اقعد. أستاذ أحمد يظهر الحصة البوليسية هتبتدي تخون. مش ممكن. اقعد يا أحمد. المجرم ممكن ينكر اعترافه ليك، يبقى ضروري أدلة مادية قوية نواجهه بيها. موجودة. وريني كده. نص ساعة وهتكون عندك. قعد لي يا أحمد بتقوم. مفيش حد يا فندم. ده ابليس نفسه بياخد مني درس خصوصي. يوم يجي حد تعالي يضحك على دقني. ده انا غال علينا يا عزوز. واللي يمس منها شعره نقطع رقبته. كفايه كده، صحتك يا راجل. قوم اتكل، اتكل على الله. وانت مش زبون شكك؟ تعالى قوم فوت علينا بكره. يا مرحبا. اهلا بيك. مرحبا. الليله نسايح دمه. ولا نقطه دم واحده هتنزل منه. زي ما حبس دم هنشف دمه. هنلعب بيه شويه كده و... بعدين نرمي لي الكلاب تنهش لحمه. وجب. بس بقول ايه، واد مخه مفتح زي ده مش جايز يكون وراه رجاله. والحكايه تكبر يا تبوظ. اذا كنتوا خايفين شيلوا ايديكم. مش خوف، احتياط. يعني لو شرفوا معاه حد نعمل الواجب، وهو يبقى رزق الكلاب. يبقى المساله لازم تترد. واحده بقى من تفانينك بتوع زمان. تعالى يا حسن، تعالى. الواد ده متطهر؟ لسه يا معلم. الواد ده هيطير على حسابي، مش كده وبس، وهعمل له ليله. بس يا معلم ده فاضل على المولد 12 يوم، ولا مؤاخذه الحلاق بتاع الحته مسافر في مولد السيد البدوي مدد. ها مش مهم، واحد غيره. هيطير الليله يعني هيطير الليله. عشان تبقى ليلة. ادخل. اللي حصل ده تسميه ايه؟ اهمال؟ استهتار؟ والله يا فندم انا ادلة ضد مجرم في شنطة مليانة دهب. ليه ما تسلمهاش البوليس؟ ليه ما تكونش؟ اي مسؤول ممكن يوجه لك الاتهام ويبقى عنده حق. ايوه. مش للدرجه دي يعني. وانت ازاي تدي لنفسك الحق وتحتفظ تحت ايدك بادله قويه زي دي؟ انا معترف اني اخطات في حكايه الشنطه ومستعد اتحمل المسؤوليه. في مساله الشنطه بس؟ في ايه تاني؟ خالفت المبدا، قفلت بقك. ما حصلش. حصل. ما قلتش ان سنية نشالة وانها هي اللي سرقت محفظة جبالة. قلت مسافر اسكندرية وسافرت الفيوم وغيره وغيره وغيره. انا هتجنن. ما كنتش مصور ابدا ان الشنطة ممكن تتسرق. ليه؟ نسيت كلمتك؟ لو كنت رئيس المباحث كنت اعمل واسوي. نسيت؟ هي دي الطريقة المظبوطة لشغل المباحث؟ ادلة تنشال في البيوت وتضيع بسهولة. انا هدفي من ده كله ايه؟ جريت وسافرت وتعبت وتعرضت للخطر. كل ده عشان ايه؟ عشان تجري ورا المجد، ورا خبطه صحفيه كبيره. كل ده كان في ايدك. ما كناش ابدا هنحرمك منه، بالعكس كنا هنشكرك كمواطن ساعد الشرطه في القبض على مجرم. والعمل همشي المشوار لاخره، ولو ضاع عمري بسببه. هتقابل عزوز؟ لازم اقابله واصفي حسابي معاه. من غير عصبيه. بس هو منتظر اروح له ومعاه الشنطه. ادخل. شوف بقى، روح انت استريح وفوت عليا قبل الميعاد بساعه. والشنطه؟
فوت عليا قبل الميعاد بساعة. استوديو عزوز مقفول وهو اختفى خالص، والعنوان اللي هيتقابلوا فيه مش محل اقامته. ازاي؟ دي اخرتها يا احمد، تتهمني بالسرقة. انت فهمتي غلط، مجرد سؤال. حقك عليا. ولما الشنطة مهمة قوي كده ما قلت ليش ليه؟ هو انا لحقت. يبقى هو مفيش غيره. هو مين؟ اللي سرقتي منه الشنطة. اوعى يكون فيها المنشار الالكتروني. فيها. والعمل الراجل ده عارف حكاية الحصان؟ لا. احمد. نعم. يعملها لجيش. مين دول؟ ما تخافش، قدامي الهداوة. ربنا يفوت الليلة دي على خير. قدامي. حضرتك مين؟ ودي عايزه سؤال. بلديات بالجوده. يلا ورايا. يكلوش جابوا رقاصه تانية؟ يا سيدي كل واحد ورزقه. على قولك، وهتسد على ما توصل الرقاصه بتاعتنا. يلا.
قوم تعالى معايا الواد جوه. شوفي يا اصلي يلا الواد هينام مننا. امال تهدى يلا. ما انا عايز اقولك اقعد يا اخويا استريح. دلعادي خد العيال دول طلعهم لي بره عشان ما يشوفوش حاجه. تعالى يا حبيب عقبال عندكم يا حبايب. هتعملكوا كده في الافراح. هتتحرك يا اخويا مالك ملخوم كده. جهزت الميه السخنه؟ ميه سخنه؟ هو طهور ولا ولاد؟ ده عشان اطهر الموس. ايه الموس؟ والنبي ياخد تسعفيني بشويه ميه سخنه. تعملوا ده؟ ما تعمل لك هم ماما. يا اخويا هتفضل في سن لحد هنا. دي خيبة بالويبة. الله اكبر. خدي خدي الواد طهرته الملائكه. ايه الواد طهرته الملائكه. الواد طهرته الملائكه. الواد طهرته الملائكه. الواد طهرته الملائكه. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. اتاخرت وغشتني عليك. علي انا برضو طبعا. اللي معاك ما يسويش حاجة جنب فهلاوتك. اتفضل. اصل الحساسية خفت. مبروك. مش اتفقنا نتقابل لوحدنا؟ ما احنا لوحدنا. ودول؟ دول مش غرب، دول بتوع التوضيب. توضيب ايه؟ الحفل. نخليها وقت تاني. ايه ده؟ تضحك على عزوزة؟ نفسك
ايه اللي جابك هنا؟ خايفة عليك. خده على بره. ولد! خدهم على العربية بره. ناقص الشنطة موجودة عندنا كده. زودي الحوايج. أحسن أحسن.